تروماتيك كاتاراكت من اسمه، واحد بقى عنده ميه بيضه بعد ما اخد تروما في عينه، واحد اتخبط في عينه بوكس بعد كده جاي يبص كده وراح الدكتور لقى عنده ميه بيضه. السبب اكيد تروما يعني في الاول، بلانت تروما. برضه هلقى عندي روزيت شيبت اوبازيتي، واحد هيقول طب ميز ازاي بين روزيت شيبت دي والتانية بتاعت اللي كانت موجودة من شوية في البوستيرور كابسولا كورتيكال كاتاراكت اللي كانت بتيجي في الكومبليكيتد. هقول لك يعني واحد جاي لك اخد بوكس في عينه وبعد كده لقيت عنده روزيت، فخلاص اكيد سبب الروزيت ده مش هيكون مرض، اكيد البوكس اللي جه في عينه يعني وما كانش موجود عنده قبل كده، يعني هو ما اشتكاش قبل كده من كاتاراكت، فجأة لقيت عينه وارمه ومخبوط فيها وبيقول لك ما انتوش شايف او شايف قدامي حاجه بيضه، فخلاص تعرف ان السبب هنا الروزيت ديت ما اتكونتش بسبب ديزيز في العين مثلا، لا السبب هنا هو التروم. تمام. السبب ان بيحصل ربشه في البستير كبسول، بالاضافه انها هلقى حاجه مميزه قوي على اللينس بتاعت العيان ده بنسميها الفوسياس رينج. الفوسياس رينج عباره عن ايه؟ ايريس بيجمنت على انتيرير لينس. واحد هيقول ازاي؟ بصوا اول حاجه عشان نعرف الفوسياس رينج يعني ايه، شايفين المنظر ده دوت كده عين موسعينها دلوقتي احنا بنبص على اللينس، شايفين النقط السوداء دي؟ دي كده نقط من الايريس طبعت على اللينس، وهنا برضه نفس الكلام حتة شبه الحبر كده تحسه حبر ونطرته. الفكرة طبعا ان الايريس دي كلها بيجمنت مليانة بيجمنت، فلما الواحد بياخد بوكس جامد الايريس بترجع لورا تقوم تخبط في اللينس، فلما تخبط في اللينس تطبع عليها، تطبع عليها في شكل دايرة لانها اساسا ايريس يعني ايه دائرية بالمنظر ده، فتعمل عليها الدايرة بالمنظر ده كده سميناها الفوسياس رينج. ممكن اسباب تروماتيك كاتاراكت بيرفورتينج تروما، واحد دخل قلم جوه عينه حصل له كاتاراكت، او مثلا بسبب فورين بودي. فورين بودي ده ممكن يكون مثلا ايه كابر او ايرن، ده مثلا قدامنا ايرن اللي دخل جوه العين بطريقه معينه بدا يتجمع، شايفين المنظر ده هنا السهم، سيبكم من الرسمه ديت، ده طبعا في زيدروديك كاتاركت اوكي، بس ده طبعا يعني عين بايظه خالص، فالزيدروز هنا ممكن ما يكونش حصل بسبب الحديد الغريب اللي دخل ده، ممكن يكون الحديد اللي في الجسم اتجمع في عين لانها ماتت. لكن هنا مثلا قدامنا عين لسه طبيعيه لحد ما، لكن هنلاحظ مثلا السهم ده بيشاور على ايه، على حتت بنيه كده، ده عباره عن زيدروتيك كاتاركت، حديد متجمع في العدسه. ممكن برضو انتراوكولار فورين بودي اللي هو الكبر نحاس بطريقه ما وصل لللينس، فلما يجي يتجمع هيعمل حاجه بنسميها سان فلاور كاتاركت، شبه عباد الشمس، شايف عامل ازاي؟ فعلا شبه عباد الشمس، لما يجي عيان قلق الكاتاركت بتاعه عامل بالمنظر ده، ده طبعا الورق بتاعها وده القرص نفسه كده شبهها بالظبط، نعرف ان في كبر ديبوزيشن في اللينس او في فورين بودي بيحتوي على الكبر دخل لجوه بطريقه ما. ازاي اتعامل مع الناس اللي عندها تروماتيك كاتاركت؟ طبعا اول حاجه واحد جاي لي تروما اهم حاجه ما اروحش ادور ايه اللي حصل والنظر بتاعك شايف يمين شمال، لا ده اول حاجه لازم اشوف لو في حته مفتوحه في العين اربطها مباشره، يعني مثلا سوتشرنج دي هي اهم حاجه. فمثلا ايه جالي واحد مخبوط بوكس، ادور اول حاجه في الكورنيا بتاعته هل هي سليمه ولا مقطوعه، لان انا لو ما عملتوش سوتشر وقعدت اعمل له بقى اكزامينيشن عينه ممكن تتصف، فبداية اربط او اقفل اخيط عينه قصدي، وبس بعد كده بقى ربنا يسهل نشوف بقى الحاجات يعني اللي موجوده، نستخدم مثلا ايه التراسونوجرافي او اي طريقه من الطرق بتاعه الدايجنوز. لو في فورين بودي جوه برضو بشيله، لكن برضو واحد يقول لي يعني خيط على الفورين بودي، اقول لك برضو في البدايه خيط، كبدايه لازم نخيط، بعد كده ربنا يسهل ونشيل اي حاجه تانية، اهم حاجه ان العين ما تتصفاش. ممكن اعمله كاتاراكت اكستراكشن، يعني اشيل له العدسه لو مثلا الكاتاراكت كان صعب قوي بعد التروما مش نافع معاه بقى اي حاجه او حتى ما عادش شايف خالص، فبعمله اكستراكشن زي ما عملنا من شويه في السنير كاتاراكت، وبرضه في نفس الوقت اطلب منه ان هو يتابع معايا كل فتره عشان اشوف هل هو اتحسن ولا لا. اخر الموضوع عندنا في الشابتر اللينس displacement of the lens. displacement بيتقسم لحاجتين، اما لينس subluxation او لينس ديسلوكيشن. سبلكسيشن ازاي؟ لينس سبلكسيشن معناها ان اللينس ما بقتش متظبطه في مكانها،
بقت مترخية شوية، الزنيول فك شوية، فكت من مكان ولسه ماسكة في المكان التاني. بيقول لك ايه، displacement of crystalline lens within the pupillary area due to tearing of some zonule. الزنيول احنا عارفين ان هو ماسك اللينس، طبعا not all of them، لانه لو كل الزنيول قطع هيبقى حاجة اسمها تانية اسمها dislocation، اتثبت خالص. انما subluxation يعني sub يعني ممسوكة من حتة وحتة لا، فهنا tearing to some of zonules، وبالتالي هتكون اللينس ممسوكة من مكان ومكان لا. هنبص على الرسمة دي كده مثلا، ده كده واحد، هنلاحظ جوه ايه العدسة، شوف عاملة ازاي. يعني العدسة دي مثلا فكت من الزنيول اللي موجودة هنا، لكنها لسه ممسوكة من الزنيول اللي موجودة هنا، وبالتالي اتشدت ناحيته كده subluxation. ممكن يعمل لي كده subluxation ده بيحصل في حالات زي مارفان سيندروم. ديت سيندروم بيبقى فيها طول ستيتشر، تلقى بني ادم كده طويل وصوابعه طويلة كده بطريقة غريبة اوفر يعني. طول ستيتشر يعني حاجة abnormal، يعني بيبقى شكله باين ان هو طويل بغرابة يعني. فالسيندروم دي تبقى متلازمة، بيبقى فيها subluxated lens مع retinal detachment مع long finger و tall stature. الحالة دي أو السيندروم دي بيكون موجود فيها اللينس subluxation أو تروما، واحد خد بوكس جامد قامت الزنيولز اتقطعت، قامت اللينس فكت من شوية زنيول ونزلت كده، أو هايبر ماتيور كاتراكت اللي خدناه. ممكن مثلا الديجنريتيف ديزيز ده يوصل للفايبرز من بتاعة الزنيولز اللي ماسكة اللينس تقوم تفك وتقع برضو. تمام، طبعا الكتاب عامل لها تقسيمة اللي هي congenital و acquired، congenital مارفان و acquired trauma و degenerative condition، وكتب لنا حاجة اسمها homocystinuria. homocystinuria يعني homocysteine مش بيحصل له ميتابوليزم فبيطلع في اليورين. فالفكرة ان الهوموسيستينوريا ده مرض بيجي للناس اللي عندهم كولاجين ديزيزز في جسمهم. طبعا احنا عارفين ان الزنيول ديت فيها كولاجين، فلما القى هوموسيستينوريا اعرف ان في كولاجين ديزيز، اعرف ان الزنيولز احتمال كبير تكون متأثرة، بالتالي ممكن يكون هو ده سبب subluxation.